اي شيء برسمه المتابعين رح حوله لموب في ماينكرافت شو ما كانت الرسمه. انا لازم ابرمجها اصممها مثل ما راسمها المتابع. بعدين رح نجرب الموبات على فأر تجارب ونقيم موباتكم. لذلك اذا حبيتوا الفكره وحابين نسوي موبات اكثر من رسماتكم انضموا للديسكورد ونشوف رسماتكم هني. وطبعا يعني حطوا لايك واشتركوا بالقناه لحتى يوصلكم اشعار الفيديو اللي رسماتكم رح تكون موجوده فيه. ويلا خلينا نشوف شو رسمي. اوكي الموب الاول رح يكون وات از ذس صديقنا بعتزل عن قريب. الموب تبعه عبارة عن مكبر صوت وقدرته انه يطلق موجات صوتية الى اذن اللاعب ويخليها زي الشمندر. وات ضرر 2.5 اوكي خلينا نبلش. اول شيء رح احاول اني اصمم مجسم 3D للموب مشان ندخله للعبة. المشكلة انه المتابع حاطط بس رجلين تنتين ومنظره بال3D طالع يا لذلك ضفت رجلين اضافيات وهيك منظره صار شوي يعني منطقي اكثر. طبعا لو صديقنا كان بيستخدم كوميك AI كانت الرسمه رح تطلع كثير احترافيه بدون اي خبره بالرسم حرفيا. بتقدر تسوي قصص مصوره احترافيه بس عن طريق الكتابه. مثلا بقول للاي اي بدي قصه عن محارب اسمه شيرجو بيحاول مثلا يتغلب على الملك محمود رويال. وكبسه زر عطاك قصه وسيناريو. بعدها بوصف له الشخصيات. مثلا شخصيته هي عباره عن محارب لابس اسود مع شويه احمر، عيونه حمر، سيف دايموند، تاج ذهبي، وتعمل تعديلاتك وكل هاي القصص هي. هلا بحكي له كيف بدي وضعيه الصوره. مثلا انا ومحمود رويا عم نحاول نتقاتل ضد بعضنا. بقصقص الصفحه مثل ما بدي وبحط الحوارات اللي بدي اياها. الموقع مجاني والرابط بالوصف، روحوا جربوه وابعثوا لي رسماتكم على الديسكورد. المهم نرجع للموب تبعنا وخلينا نضيف هلا شويه انيميشن للمشي والضرب. صممت موديل للموجه الصوتيه مشان يطلقها الموب مثل ما المتابع حكى. وبعد البرمجه الموب صار شغال بيطلق موجات صوتيه وبتدمجها. خلينا هلا ندور على فأر تجارب خفيف ولطيف ونجرب عليه هذا الموب. عمر هاي بيقولوا لانها تحول لفأر تجارب النهارده على افكار المتابعين. اوكي الموب الاول المتابع حكى انه بده سبيكر على شكل موب ويهجم بموجات صوتيه. يا بالمناسبه بس رح يلزمك شوي شوية أمور لأنه يمكن يكون شوي خطير. جولدن أبلز هفايت مين أنا؟ شوف متابعيني يعني ما هنن كثير كيوت من ناحية الرسمات وهن كانوا طالبين مني كثير شغلات. بسم الله الرحمن الرحيم وهي أحلى سبيكر يا حبيبي. وطبعا أو ماي جاد العب طلبك بالجسم يدرك من بعيد وده رسم المتابع؟ لا لا يب هذا رسم المتابع. شوف والله ترى الصورة موجودة بالفيديو تعال شوف الفيديو وإذا ما بتروح تهجم عليها هلا رح أرسم لك واحد ثاني. يلا روح 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 يلا على السريع روح بيضرب على موجات الصوت علي او كده ما عصبش كده ما عصبش. لا هو حاليا لساته كيوت فاهم اوكي. شوف هو صار زت موجات او ماي جاد والله اللي وحش. اوكي كان الموضوع سهل شكلي كان لازم انا صعبه شوي. ضربه سام واحده قتلته براذر. انت ايه الموب الضعيف ده؟ بس الموبات الجاي اقسم بالله المتابعين حاطين الموبات بس بحيث انك انت مستحيل تعرف تقتله. اوكي الموب الثاني راح يكون شو هاد؟ الموب من احمد عم يقول انه اسمه فلاور جوست. اوكي حجمه 4x4 قدراته اطلاق ليزر من عينه واطلاق قنابل من فمه نفس التي ان تي وبيقدر يطير. هذا رح يكون حرفين اقوى من التنين يا جماعه. بلشت صمم مجسم 3D بس حسيت انه اللي بالرسمه ابدا مو باين انه شرير فخليته معصب اكثر وباين هيك تمه مفتوح اكثر فبين اكثر انه هو شرير ورح يتلب. بعدين سويت انيميشن ضرب وخليته يلف الشغلات السوداء هي اللي بتكون حواليه وطلع منظره كثير حلو. وقلت لحالي ليش خليه زد قنابل؟ الاحلى اني خليه زد شغله من الشغلات السود اللي حواليه فبيطلع الموضوع واقعي اكثر. وفعلا بعد البرمجه طلعت احلى بكثير وطبعا ضفت كمان انه يضرب ليزر. وهلا خلينا نجربه على عمر. اوكي نجي هلا على الموب اللي بعده. على فكره بس للملاحظه بس انه اخر موب تمام المتابعين اوريدي بيعرفوا اللي عم يتابعوا الفيديو لانه شافوه على الثمبنيل بس الموب الاخير رح يصدق. وبصراحه انا بلشت احس انه انت دروعك اوفر باور فبدي اياك تعطيني تشيست بليد. لا ما انت اذا ما بتعطي رح اعملك كلير رح اترك معك سيف خشب. ايوه ايوه خليك عادي. طيب 1 2 3 جو. شوف التصميم احلى بس شوف التصميم راح نص هيلي نص هيلي راح يمكن قويته شوي زياده يمكن لازم ارجع لك تشيست بليد. طيب خذ تشيست بليد. طبعا هذا الموب بيعمل شغلتين بزت ليزر مثل ما انك شايف هذا زيت ليزر بس بدمجه ما بيعمل شيء وبزت السابلينج من الفلاور تبعه واللي انت متى هو اوكي لا هو دمه بس 200 يعني فبتقدر تقتل بس 200 10 ادبال دم اللاعب العادي فاتوقع انه ايزي معيش اسهم. طيب هو ده عاد بيطير مش بيموت. اوكي ليتس جو. على فكره بس انا حابب اقول لك انه الموبين الجايين رح يكون اصعب من هذا فممكن تقيم له هلا هذا الموب. شوف حلو انيميشنز وكذا وحركات فاهم 5 من 10 ليه؟ طيب انا مالي علاقه. المتابع اللي راسم هذه الرسمه شايف عمر كيف بقيمك؟ هذا عمر انا مالي علاقه. لا 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 ويت ويت 10 من 10 20 من 10 حبيبي برو حبيبي. كل التقييمات الموجوده في الدنيا.
وده زين شو هاد؟ زين عم يقول انه اسم الموب اند جارد لوبو 15 بيطلق كرات ناريه متفجره لونها بنفسجي من فمه متوسط السرعه دمج 2500 ولما يعصب بيصير بيطلق 5 كرات بدل كره واحده. اوه كالعاده خلينا نسوي مجسم 3D ورح حاول خليه يشبه الرسمه قدر الامكان. هلا ما عرفت اذا هدول راسمهم زين هو هن ايدين ولا اجنحه، بس كونه قال انه هو بيطير فخليته اجنحه. زبطت شويه انيميشن للطيران والضرب وبرمجته انه يزيد كرات ناريه متفجره، ولما يصير دمه اقل من النص رح يكبر حجمه ويصير يزيد 5 كرات ناريه. طبعا بكل الاحوال الموب رح يكون سهل انك تقتله، ما حيكون كتير صعب. خلينا نجربه هلا على فارق طبعا. اوكي عمر انت مصر انك ما تلبس تشيس بليت؟ بصراحه انا كتير انصح يا، لانه الموب الجايه ما حيرحمك لانه لما ينقص دمه عن النص رح يعصب. يا عمي ايزي 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 يلا رسبن. الموب رح يكون الاند جارد، لا تسالني على التصميم ترى المطلب السابع هو اللي صممه. خلينا نجيب هلا الاند جارد يا حبيبي. يعني انا افتكرته كيوت في الاول مش هيضربني. لا طبعا، وبصراحه انا ماني مصدق امتى تحاول تدمجه لانه لما يعصب. كم هي له ذا شيركه؟ لا مو كثير، اعتقد 200 بس. لاحظت هو عم يزت عليك فاير بولز لونه بنفسجي مثل ما قال المتابع حرفيا. الله عليك يلا كفو كفو. ايوه شكله عصب. لا لسه ما عصب. بيطير مني الحيوان. ايوه عصب يب عصب. صار حجمه شوف حجمه شو صار. وزت عليك 5 وطوه. يا عرب يا عمر شو عم يعصبه؟ يا شباب شوفوا منظره يا شباب. عم يزت 5 فاير بول يا حبيبي. لا لا نص قلب بنا نص قلب. كيف ما تموت لهالدرجة؟ والله انا كفو برادر. ايش كنت بتقول شيركه؟ مات. كفو والله كفو اخيرا ضربه واحده. بس هي عمر انت ما قيمت لنا الموب الجميل هذا؟ لا والله والله اسمع 9 من 10. المهم اكيد ما حيكون كيوت اكثر من الموب اللي بعده، فنصيحه جهز حالك بشرت خير انت دائما شيركه دائما. لا عم تمزح بليز اللي عم تمزح. الموب هو من XLR8. هذا مو وحش من بنتين. الاسم هو سوبر ابو فلا. اوكي عدد القلوب 37 مليون. القدرات رشاش دولارات، فيراري متفجر، طيران وقفزة مدمرة. اها الحجم قد ما بتحسن. وطف اوكي يا XLR8 رح نسوي موب ابو فلا ورح حطه على الثمنين لانه شكله حلو مو لانه بجيب مشاهدات. مبدئيا بلشت اسوي مجسم الموب واللي هو عبارة عن شخص معضل، وهلا لازم نضيف صورة ابو فلا يلي ابدا ما ناسس يعني. طبعا ضفت الصوره على الوش الامامي تبع التكستر وعدلت شوي عليها، خليته يعني شوي احلى يعني اذا فاهمين علي. المهم هاي هي النتيجه، وسويت بعدها مجسم لدولار او مصاري يعني بشكل عام. سويت مجسم سريع لسياره. هلا اوكي ما انها فيراري بس خلص مهم سياره يعني. السيارات هاي رح يزتها ابو فلا، وطبعا كل شيء رح يكون متفجر لانه ليش لا؟ وكمان يعني ما خليت دمه 37 مليون، خليته 300 لانه اكثر من كافي، وهي قصه القفزه المدمره بصراحه يعني ما انا منطقيه لانه هو اصلا رح يكون بيطير، انه اذا واحد بيطير ليش لحتى ينط؟ فيا الموب هلا صار جاهز ويا رح يكون غالبا كثير صعب انك تقتله، وخلينا نجربه على كل الاحوال على عمر. اوكي عمر، بتعرف الموب الاخير شو رح يكون؟ تنين. قال تنين قال. رح تحارب ابو فلا شخصيا. ابو فلا. وهي احلى ابو فلا يا حبيبي مثل ما رسمه المتابع بالضبط. بزت عليك مصاري. ليه؟ بزت عليك مصاري، بزت عليك سيارات، بزت عليك شوف شوف المصاري. بزت عليك رشاش مصاري يا حبيبي. طبعا مثل ما انتم شايفين يا شباب. ليه بيبص علي بالطريقه دي؟ هي الصورة الوحيدة اللي قلت له اياها على النت بصراحة، ونفس الصورة اللي استخدمها المتابع. ف الشير اضربه بايه ذا؟ الشير اضربه بفلوس؟ اوكي انا ما شو المنوبة هي؟ دقيقة نرجع نجيبه. منوبة ايه؟ ابو فل بيضرب علي مصاري سيارات وتقول لي اضرب اضرب شوف شوف المصاري يا شباب. ليتس جو روح. او ماي جاد. او ماي جاد. ما فيش فرصة. اللي بده شد حالي بيضرب علي مصاري. ليتس جو شوف المصاري. مش قادر اقرب منه حتى. بلش الدمج بلش الدمج. الله عليك عم زدت عليك سيارات. كم هيلو كم هيلو يا اخي والله والله رهيب يا اخي. انا مبرمج اسطوري وانا في الماي ما يقدرش يجيبني؟ ما يقدرش يجيبني وانا في الماي يا ولا انت بتقدر تجيبه. اوكي تمام. نص قلب نص قلب غريب انه انا خليته. طب أوكي. انا كنت جاي اعطيك هلمت. طيب ها خليته اوفر باور بزياده. لا ماني بخليه اوفر باور كثير. مانو كثير اوفر باور. شركه او ماي جاد شو المنوبه شركه شركه مين محمد شركه جبت لك يا هيو
اي محمد. اوه ماي جاد محمد تحرك اضرب ابو فله. محمد محمد اضرب ابو فله اضرب ابو فله محمد. شو عم يصير مع محمد؟ سعد محمد محمد هذا قاعد بيهرب اصلا. محمد سحب عليك برو. خلاص انا بواجه ابو فله. لا اوكي اسحب كلام اسحب. شركه فينك قلت انا خلص كده. اه مات اخيرا. او ماي جاد اخيرا اخيرا يا اوه ماي جاد. المهم يا جماعه هيك بكون انا سويت موباتكم كلياتها. اذا حابين كمان نكمل بهي السلسله وتعملوا موباتكم رابط الديسكورد بالوصف اذا حابين ترسموا موبات ولا بكون ياها لموبات جوا اللعبه. فيا اذا حبيتوا هذا المحتوى لايك واشتركوا بالقناه ورابط قناه عمر فايف بالوصف. يا